أصبحت مدينة القنيطرة من بين المناطق التي تجذب الاستثمارات بحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها ومواردها البشرية، ويعتبر يازاكي القنيطرة ثاني مصنع للمجموعة اليابانية المتخصصة في صناعة أسلاك السيارات بعد مصنع المنطقة الحرة بمدينة طنجة، شرع في الإنتاج منذ سنة 2011. صناعة السيارات ميدان جديد في المغرب، ميدان اللي خصنا نفتخروا به، لأنه ميدان غادي ينهض لنا بالصناعة الداخلية ديال المغرب، غادي ينهض بالصناعة ديال كاع القطاعات. باش نسيروا هذا القطاع هذا لازم علينا نركزوا على واحد العوامل اللي هما مهمة، وهي الموارد البشرية ديالنا. خصنا هذه الموارد البشرية ديالنا نعطيوها القيمة باش نسقلوها مزيان. 3000 عامل يستمر عملهم طوال 24 ساعة في اليوم، مقسمة على 4 دوريات للحفاظ على الخط الإنتاجي للوحدة. كخلية نحل يعملون طوال العام، هنا لا فرق بين الليل والنهار، فكلاهما سواء. داخل المصنع تظل حركة العمال متواصلة ما بين مرحلة الصناعة المختلفة، والتي تبدأ بمد الكابلات من على البكرات العملاقة هذه، ثم القطع فالتلفيف، عملية في غاية الدقة في كل مرحلة من مراحل التصنيع. معدات متقدمة للتجميع وأخرى لقياس مستوى الجودة ومدى مطابقة المنتج للمواصفات. كنعطيوهم تكوين تطبيقي، تكوين في الأول تكوين نظري تطبيقي، عاد كيتم التكوين ديالهم ما يسمى ببلون باغاليل، يعني كيكونوا بجانب لي بيرسون القدام باش كيتعلموا منهم، لان من بعد هو اللي كياخذ الموضع ديالو. من بعد كيشوفوا لي موديول الاخرين اللي هما 5S فلي كومبوزون، المراحل اللي كيتم فيها الانتاج ديال هذا الكابل. عملية تركيب وتجهيز الكابلات واختيار الوصلات اللازمة تتطلب دقة عالية. الوحدة تعتمد على تدريبات لتنمية المهارات الشخصية لعمالها ولتطوير قدراتهم العملية، من أجل تأمين اليد العاملة المدربة التي تستلزمها استثمارات مماثلة في ظل دينامية ملحوظة تعرفها صناعة السيارات بالمغرب.